طار الجهود الميدانية الرامية لمكافحة كافة أشكال التهريب، تمكن أفراد الفرقة الجمارك المتعددة المهام بسطيلة التابعة لمفتشي تقسيم جمارك بالواد بإقليم المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وفي ثلاثة عمليات متفرقة من حج ثلاثة مركبات محملة ب 31200 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغرام، حيث تم توقيف أربعة مخالفين خلال هذه العمليات وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.